ذكريات روزا اليوسف. بص كان عادل حمودة. معلش احنا معانا الدكتورة هالة على التليفون. اوكي دكتور هالة سرحان، اهلا بحضرتك والبقية في حياتك يا دكتور هالة. حياتك البقية. ويعني انا صعب قوي المكالمة دي، عارف يعني بجد صعبة. انا لما سمعت الخبر كان وقع علي أليم جدا جدا جدا، لأنه طبعا أستاذ وائل إبراشي صديق وأخ وابن وزميل رحلة كفاح طويلة. أنا لما كتبت في السوشيال ميديا يا لوى قلبي، دي فعلا صرخة طلعت من قلبي بيني وبين نفسي وأنا قاعدة وبقرأ الخبر. فصرخت بيني وبين نفسي وقلت يا لوعة قلبي. زهرة شباب الإعلاميين وائل الإدراشي، صحفي حقيقي، موهبة، صاحب قلم مثقف، كان عنده نهم وشغف وولع بالمعلومة والبحث. عايز أقول لك يعني بداية البحث الاستقصائي على شاشات التلفزيون في البرامج التوك شو كانت بداية لينا أنا والأستاذ وائل إبراشي، طبعا الأستاذ الكبير محمد هاني والأستاذ عمرو خفاجي، وهم كانوا الثلاثي اللي كنت مسمياهم The Three Musketeers. وكان من حظي ومن حسن حظي أني أنا يعني يكون الفريق ده هو اللي ابتدى يعني ريادة برامج التوك شو في العالم العربي والشرق الأوسط على الفضائيات. فهم فعلا صنعوا تاريخ، صنعنا تاريخ. اشتغلت مع وائل من أول يوم، شاب وسيم وهادي ومهذب ودمس الأخلاق وإيقاعه كده هادي وتسمع له الصوت، على عكس بقى الخناقات بيني وبين الأستاذ محمد هاني وعمرو خفاجي. الحقيقة مش عارفة أقول لكم إيه، يعني أنا كان عندي فريق الأحلام، وفريق الأحلام ده كان من أعمدته وائل إبراشي. حققنا يعني انتصارات كثيرة جدا جدا. أنا يعني لو نقعد نفتكر كمية الحلقات اللي عملناها وصنعنا بيها تاريخ. والنهاردة على الانترنت مثلا برنامج بصراحة اللي وائل كان بيعده ليا وانا كنت بقدمه، وكنا بنشتغل يعني زي ما نكون توأم مع بعض. برنامج بصراحة النهاردة بينزل على الانترنت بيجيب مشاهدات كبيرة جدا. كل ده شغل تاريخ صنعه معايا وائل الإبراشي، لازم نعترف بده. لما هتسألني بقى يوسف سؤال ولا حاجة؟ ما تسألني. أسألك طبعا يا دكتور. أنا كنت لسه بقول لأستاذ طارق الشناوي، قلت له دكتور هالة أهلا طارق، ازيك يا طارق؟ أهلا بقية حياتك يا حبيبي طارق، كمان يعني صديق وزميل رحلة عمر. أيوة، ما احنا كنا لسه بنقول إن دكتور هالة كنا نتشارك وجهة النظر دي، يعني إن دكتور هالة عندها قدرة لا متناهية على اكتشاف الموهبة. فأنا زودت حتة كده قلت من عندي، قلت له عندها قدرة على الاعتناء بالموهبة. قلت له أنا اشتغلت مع دكتور هالة من 2004. سؤالي هو إيه اللي شفتيه في الأستاذ وائل، أو إيه اللي لفت نظرك في وائل الإبراشي من أول، مش هسميها من أول لحظة، لكن من أول بدايات التعامل؟ بس هقولك على حاجة. الصحفي الحقيقي يعني اللي هو بيحب المهنة، اللي هو متفاني فيها، اللي هو عنده أخلاقياتها وعنده المثل بتاعتها، مش موجود الصحفي ده نادر. وائل كان من النادرين دول، محمد هاني من النادرين دول، عمرو خفاك، يعني الثلاثه دول. ليه بقول لك فريق الاحلام؟ لان كان في اوركسترا شغالين مع بعض بيكملوا بعض. وائل اخذ يعني كان العمود اللي هو المسائل اللي عايزه بحث،
استقصائي يشتغل عليها، كان يشتغل لوحده. يعني احنا لفينا العالم، احنا سافرنا مش بس عملنا حلقات هنا في مصر في الاستوديو، لا احنا سافرنا امريكا وسافرنا العالم العربي كله، من ليبيا لتونس لسوريا للسعودية، يعني لفينا العالم كله، وفي ولندن وباريس. احنا لما روحنا عملنا حلقات الفايد مثلا، كنت انا ووائل والاستاذ المصور اللي معانا، واحنا الثلاثه اللي بنشيل الكاميرات، واحنا اللي بنحط الكاميرات، واحنا ووائل اللي يدرس ويكتب ويبحث ويدور، وكلنا كنا بنشتغل دايما كفريق. احنا في امريكا شلنا الديكور عشان ما لقيناش حد يشيل لنا الديكور بتاعنا. إيه، انتوا معايا ولا السكه معاكي وبنسمع؟ والله والله في المطر في امريكا لما ما لقيناش حد يشيل لنا الديكور بتاع البرنامج بتاعنا، كان وائل ومحمد وهاني وعمرو بيشيل الديكور من المحل للمكان اللي هنسجل فيه. عايزه اقول لك كان وائل عنده زي ما قلت لك الإصرار في البحث والمعلومة والحقيقة التاريخية. لما روحنا ندور وراء مسألة اغتيال ديانا في باريس، يعني عايز أقول لك أنه كان عنده دأب شديد جدا في الصحفي الصادق. وبعدين أنا أنت بتقول بقى الرعاية دي، الرعاية دي اللي هي أنا تعلمت لما دخلت الإذاعة يا حبيبي يا يوسف، زي ما أنت اشتغلت معايا وشفتني، أنا علموني أساتذة كبار. فتعلمت إن في مهنة الصحافة والإعلام دي مدرسة بتسلم مدرسة. صح. يعني أنا استلمت من الكبار، وكنت صغيرة ودخلت اتمرنت في الإذاعة المصرية على إيدين العمالقة. لما الله. انا اشتغلت خدت معايا الحكايه دي. فلما ابتديت انا مرن الناس في الاذاعه وانا برضو صغيره، بس كنت بمرن الشباب اللي داخل زي كده جديد. واحده صاحبتي قالت لي انت بتمرنيهم ليه ومالك قلبك قوي كده عليهم، يعني عماله تديهم سر المهنه. قلت لها مفيش حاجه اسمها سر المهنه في الاعلام، دي رساله احنا بنسلمها لبعض، ولو ما عملناش كده نبقى خاينين للمهنه. لما انا شفت وائل وغيره طبعا من الزملاء، وطبعا على راسهم الاساتذه اللي انا ذكرتهم استاذ محمد هاني وعمرو وانت يا يوسف، يعني كل الناس انه يعني مش عايزه اقول اسامي كتير، لكن الحقيقه انا حسيت بمسؤوليه انه لو هو زي لما بتربي الطائر يربي اولاده وبعدين بيجي يطيرهم بعيد عنه. يعني انا كان يوم ما ببعت حد فيهم يخرج ويبقى في مكان اكبر ببقى انا سعيده جدا. صحيح. ببقى فخوره جدا. صحيح. فالحقيقه وقعت وائل لو عندكم وقت دقيقتين كمان. ممكن يعني؟ طبعا. وائل كانت الحقيقه موقف جميل جدا. احنا كنا بنعمل تغطيه للحرب العراقية الإيرانية، وكنا بنعمل مائدة مستديرة، وكنا بنبحث استراتيجيات الحرب وإيه تطورات والبتاع، كان برنامج سياسي وكنا عاملينه، ووائل كان هو الإعداد وأنا طبعا كنت التقديم والإشراف معاه. فقلت له وائل أنا كنت ابتديت أحس إن أنا ممكن، يعني كان برنامج الحقيقة إحنا كنا عملنا بصراحة لقاءات سياسية عملناها في ARC قبل كده، بس الحقيقة كان في أظن في دريم، ف برنامج سياسي. أيوه. فقلت له وائل أنا والله نفسي يا وائل إن أنت تقدم. قال لي أقدم إيه؟ قلت له تقدم البرنامج معايا. قال لي لا طبعا انا ماليش دعوه بالكاميرا، انا مش عايزه اطلع قدام الكاميرا. لا يا دكتوره لا 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 انا ماليش دعوه، كل واحد في مكانه، انا خلف الكاميرا. وكان في منتهى التواضع. فقلت له طيب اوكي. ثاني يوم قلت له وائل تعالى معلش مفيش ضيف جه، اطلع معانا ضيف، في اثنين ضيوف معانا تانيين عشان المائده المستديره تكتمل، تعالى معانا ضيف. فقال لي حاضر.
تعالى بقى سد خانه يعني يلا ما احنا مزنوقين. فطلع بقى هيتكلم كضيف محلل وصحفي يعني. ففتحت الكاميرا قلت والنهارده الاستاذ وائل الابراتي هيقدم معايا الحلقه هيشاركني مشاهد. اتفضل يا استاذ وائل قدم. فبص لي كده وبعدين عملنا الحلقه طبعا ومشي. وطبعا هو شاطر جدا وموهوب ومفوه ويعرف يعني يحلل اي موقف ويعرف يبحث يعني دايما بيبقى عنده اعداد واستعداد للنقاش والحوار. المهم فثاني يوم بقى الصبح بيكلمني عشان احنا بنشتغل بقى العجله الساقيه اللي بتدور كل يوم كل يوم كل يوم. فبيقول لي هنعمل ايه في حلقه النهارده؟ قلت له حلقه النهارده جاي فيها الضيف الفلاني والفلاني انا كلمتهم على فكره يا وائل. وروح الاستوديو بدري شويه. قال لي طيب حاضر. قلت له من فضلك وفضلك تستقبل مني. المهم الاستوديو قلت له وائل انت الدكتور هيل الخط بيقطع. وكانت دي اول حلقه بقى طلعها هو لوحده ومن يوميها بقى استمر ولمع وبقى اسم كبير وبقى علامه وساب بصمه ومش عايزه اقول ساب يعني ما زالت بصمته هتكون موجوده. صحيح. ومساهمته في كتابه تاريخ مصر العظيمه. ده صحيح والله يا دكتور هالة. أنا سعيد جدا أن أنا سمعت صوتك والله بجد. وأتمنى أن أنا أشوفك قريب جدا 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 إذا وقتك يسمح. وياريت تنورينا في البرنامج وقت ما تحبي. إن شاء الله منورة بيكو يا حبيبي. الشاشة منورة بيكو. هينور أكتر بوجودك. زملائك. ينور أكتر بكتير بوجودك يا دكتور هالة. نورتينا وشرفتينا. والبقية في حياتك مرة تانية الإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان. وهنا أرجع مرة تانية لأستاذ طارق.